السلام عليكم الحبيبات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. وانتم ما كتشاهدوا الفيديو كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا تتمه الفيديو اللي فات، يعني الماكله اللي غادي نحضر دابا هي التتمه ديال الفيديو اللي نزلت البارح. كنت وجدت معكم الفطور وما بغيتش ندير لكم فطور وغدا، وهكا غادي نتلف لكم المقادير وداكشي يكون هكا بزاف الاكل في فيديو واحد. ما بصراحه ما جاتنيش هي هذيك، لهذا حاولت انني نقسمه. ان شاء الله كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. هنا البنات كنت توحشت السردين، وصراحه الزوج ديالي جابوا لينا، وكانت حضرت فيه واحد الاخت اللي عزيزه عليا بزاف بزاف، وصراحه مكتاب ليها. ضحكنا على هذا الطبق، هذا جا طبق اللي شعبي زوين، وحاولت نقدمه هكا بطريقه اللي زوينه، وكيبان طبق اللي زوين وراقي. كثرت عليكم زوين، لكن صراحه البنات انا من عشاق السردين، كيعجبني بزاف بزاف. كاين بزاف الاخوات اكيد اللي غادي يكونوا حتى هما حالي كيعجبهم، وكيعجبني خصوصا السردين كيكون مشوي، يعني ديال الشوايه اولا كواري حتى هو كيعجبني. ديال الفران صراحه شويه كيعجب، كيجي بنين، لكن كيعجبني اكثر هي القلي، واخا هو غير صحي لكن كيعجبني صراحه. المهم البنات هنا كيف ما شاهدتوا معايا غسلت السردين، اكيد كلشي كيعرف طريقه الغسل ديالو اللي هي سهله، كنحيدو كاع داك الشويكات اللي تيكونوا في الجناب، حتى انا ولادي الا كنلقاو هكا شي شوكه رقيقه ما ياكلوش، ضروري كنبقى نقي ونحيد من الجنيبات، نحيد داك الشيء الرقيق باش هكا يعني حتى هما ياكلوه معايا. صراحه ما عنديش مشكل، الحمد لله بعدا كياكلوه، واخا ولدي الكبير كيلقى صعوبه كياكل، هو هز نيفو، لكن كنقول ليه خصك تاكل، هذا هو احسن حوت
فيه يعني فيه الاوميغا 3 يعني مزيان. وكان علمتو ليه هكا ولا كياكلو، واخا بزز عليه المهم كياكلو صافي. هنا البنات غادي ندير واحد الشرموله باش غادي نديرها الفران. في الفران صراحه هاد الشرموله هادي كنت مالفه كنديرها مثلا كنشد ديك الفلفله ومطيشه وهذا كنشويهم وكنعاود نطحنهم. هنا قلت ما كاين لاش غندير ديك الطريقه، غتاخد ليا بزاف ديال الوقت في الفران، يبقى شويه حيد هذا. قلت غادي ناخذ المطيشه والفلفله، كتاخذوا الجهد ديال ربعه الحبات ديال المطيشه، كديروا معاهم جوج ديال الفلفلات هكا حمرين، فلفله حمراء البنات ماشي الخضراء، وكتزيدوا عليها رويصات ديال الثومه، واحد ربعه الرويصات هكاك ديال الثومه، وكطحنوها مزيان. كطحنوا المطيشه بالسوائل يعني بداك الماء ديالها، ما تحيدوش منها لان هذاك الماء هو اللي فيه يعني مفيد، ما يمكنش لينا نحيدوه ونخليوه غير داك سميتو غير داك الهبره وصافي. المهم طحنت كل شيء كيف ما شاهدتوا معايا، وضعته في هاد الزليفه هذه. بالنسبه للمعدنوس انا كندير معدنوس بزايد، يمكن لكم ديروا شويه القزبر، درت واحد شويه ديال القزبر، لكن المعدنوس كيكون غالب كيجي طالق ديك البنه ديالو. وصافي غدا نطحن هاد المكونات ديال يعني هاد اللي وضعت هنا في الطحانه، اللي هي شويه ديال المعدنوس، كتير ديال المعدنوس ماشي شويه، واحد شويه ديال القزبر، ودرت واحد تقريبا الجهد ديال 6 او 7 الرويصات كبارين ديال الثومه. الا كانوا دوك الصغيرين نديروا وحده كامله يعني داك الراس الثومه كامل. صراحه لانني انا عندي كميه ديال الحوت، بالنسبه للسردين عندي 2.5 كيلو زائد داك كيلو الاخر ديال الميرنو، يعني كاين الحوت. بالنسبه للتوابل اللي هي الكمون، شويه ديال السودانيه، شويه ديال التحميره العاديه، شويه ديال الفلفل الاسود، وطبعا عصير ديال الحامض وزيت الزيتون. التوابل ديال الحوت واحد المعلقه صغيره ديال توابل ديال الحوت اللي متوفره عنده، اللي ما متوفرات يعني ماشي مشكل، ما كانش متوفره يعني ما اكتفيو غير بالعطريه ديالنا التقليديه. المهم الشرموله اللي غادا نوضع فيها، غادا ندير واحد 2 المعالقات من داك الخليط اللي طحنت. حاولت انني نرقق داك الربيع بزاف، ما نخليش يعني، المهم اللي بغى يخليه هكاك باين الربيع راه يمكن ليكم تخليوه، انا حاولت نرقو شويه. اولا بصراحه طحنه طحناتو لي خدات لي داك الربيع، غير وضعته فيها هو يتطحن. معليش المهم جا هو هذاك، يعني ما كاينلاش حتى انا جاتني فكره قلت علاش ما كنتش كنرقوها هكا من يوقع الغلط قلت صافي دائما غنبقى نطحنوها هكا. ديك الطحنه عندي سريعه، غير ضغطت عليها وهي طحن لي الربع رجعته لي هكا. معليش زدت عليه واحد البصله محكوكه، هذاك الخليط ديال الربيع وداك الحامض وزيت الزيتون والعطريه اللي وضعت، زدت عليها عصير ديال الحامض لان الحامض ضروري، انا كان يعني كيعجبني هكا مع الحوت. خديت عصير ديال الحامضه وزدته مع الخليط. صافي ديك الشرموله زدت عليها شويه ديال الزيت وشويه ديك الشرموله، وزدت عليها واحد شويه ديال العطريه كيف ما شاهدتوا معايا في الاول. في البدايه فاش وضعت في ديك الصلصه في المقله درت واحد شويه ديال العطريه ديال الحوت اللي وضعتها تما، هي نفسها درتها في المقله وشحرتها. المهم كتبقاو تشحروا فيها حتى كدا كتبخر، يعني داك الماء اللي تيكون في البصله كيبدا كيتبخر بشويه بشويه، وكتحصلوا على واحد الصلصه اللي كتكون شويه ثقيله. هنا داك الخليط اللي عندي، اللي يمكن لكم البنات اللي بغيتوها تجي حمراء يمكن لكم تكثروا الهريسه وتكثروا التحميره. انا صراحه درت التحميره، ما عنديش ديك التحميره اللي كتحيت، كاين واحد التحميره اللي كتكون اللون ديالها احمر ما عرف شنو كيكون فيها حمراء بزاف. المهم هاد التحميره اللي عندي انا واخا كنخوي منها كميه ويعني ماركه اللي مزيانه، ولكن ما كتعطيش ديك الحموره اللي على بالكم. المهم انا درت يعني ما بغاش نكثر التحميره فوق القانون، درت نصف ملعقه كبيره ديال التحميره يعني راهي كافيه. صافي هنا بديت كنوضع في الشرموله في داك الحوت، ويعني وحدات كنوضع فيهم الشرموله، والاخرين اللي غادا نحط فوق منهم ما غاداش نوضع فيهم لان كافيه، لان الشرموله كتجي في الوسط وكنحط فوق منها داك سميتو كنحطها في اللاطه. صدقوني هاد اللاطه هادي ديال الحوت كتجي واعره. وما تنساوش ليا البنات الحار، لان الحار صراحه كيزيد واحد البنه مع الحوت كيجي لذيذ بزاف. المهم البنات هنا كيف ما شاهدتوا معايا الحوت غادي نقسمو على جوج، كما قلت لكم عندي 2.5 كيلو ديال الحوت. انا جابوا لي زوج ديالي من عند داك مول الحوت محيدين ليه غير الراس، غير داك الراس والمصيرنات، اما داك السلسول ديالو راني انا يعني جابوه حتى للدار وانا اللي حيدته. المهم هو كيحيد غير الراس وصافي، ما حيدش ليه داك السلسول. المهم حيد داك الشيء اللي تيكون هكا في الكرش ديال الحوت كامل، حيد ديال المصيرنات.
المهم كبقى لي داكشي الساهل، يعني 2.5 كيلو ديال الحوت، يعني ما يمكنليش كلها ما غاديش تجيني في هاد المقيله هادي. بالنسبه للمقله راه ما فيهاش، يعني ما شعلاش النار تحت منها، يعني راه مطفيه، غير كنقادو صافي في داك الزيتون، شويه ديال الزيتون من الفوق وشرائح ديال الحامض. يمكن لكم ديروا هكا فلفله حاره من الفوق، نتوما على حسب شنو كتبغيو وديروا، اولا فلفله هكا دوائر. المهم بهذه الطريقه هذه كيجي بنين بزاف بزاف، ما نقولكم ديك الصلصه ديال المطيشه بلا ما تحتاجوا انكم تدخلوها الفران ولا تشويوها، ولا يعني تاخذ لكم غير الوقت، ديروا هذه الطريقه هذه راه سريعه. صافي في هذه اللحظه هذه راني سخنت الفران على 190 درجه من الفوق ومن التحت، ودرت اللاطه في الوسط وخليتها ديك مده ديال 25 دقيقه. صافي كيكون واجد. دابا غادا داك النصف اللي بقى ليا غادا نقليه، غادا نديرو مقلي. انا صراحه كما قلت لكم داك المقلي انا كيعجبني المقلي اكثرية، يعني خصني ضروري ولا بد انني نقلي واحد شويه وصافي. هنا كندير البطاطا كتسلق مع شويه ديال الملحه، الزعلوك اللي حتى هو كنت صايبته، اللي طريقته سهله غادا نقولها لكم ملي غادا نوريكم الصوره ديالو كيف داير. السردين بعد ما درت لي ديك الشرموله اللي حضرت معكم، درت شويه بالنسبه حتى للميرنو كيدار ليها بزاف ديال الاشياء يعني بطريقه اخرى. المهم غنشارك معكم هنا دابا الزعلوك اللي درت فيه، قطعت الدنجال ودرت معاه واحد جوج حبات كبار ديال المطيشه، المعدنوس، شويه الكمون، الثومه، شويه التحميره، شويه ديال العصير ديال الحامض، كندير مع العصير ديال الحامض شويه ديال الابزار، وطبعا الثومه ما تنساوهاش، زيت العود، صافي الملحه، شويه الكركم، وشويه ديال التحميره والحار الا بغيتو انا كنديرو الصراحه. صافي وكتغطيو على الطنجره ما تحركوهاش، كيف ما شاهدتوا معايا الطنجره راه ما كنتش محركها، غطيتها مده ديال 7 دقائق. صافي كتحيدوا لها بداو تخلطوا، صافي كيولي لكم زعلوك كيتحضر تقريبا 15 دقيقه يكون واجد. هاد السلطه فيها الباربه مسلوقه مقطعه، العدس مسلوق حتى هو، البصله خضريه مقطعه، شويه المعدنوس، شويه الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال زيت الزيتون. والسلطه الثانيه فيها عندي هنا بطاطا مسلوقه اللي سلقتها مع شويه الملحه، شويه المعدنوس، بصله كبيره حمراء مقطعه، شويه ديال المايس، وشويه الملحه، شويه ديال الابزار، وواحد 3 المعالق كبار ديال اليوغورت الطبيعي، ومعلقه كبيره ديال المايونيز. صافي وكتخلطوا كلشي. هذا هو الزعلوك اللي شاركت معكم، يعني ما حركتو ما والو، كتوضعوا داكشي كامل في الاول ديالو، والعطريه ما كتحركوهاش، كتخليوها هكاك في الطنجره مده ديال 7 دقائق عاد باش كداو تحركو، ومن الاحسن الطنجره تكون ما تلصقش. هذه اللاطه بعد ما دخلتها خرجتها من الفران، الحوت كتعرفوا خصو يتكل بارد يعني ماشي سخون، لان كيضر في المعده، من الاحسن الحوت تاكلوه بارد. السلطه هي هذه اللي حضرت معكم ديال الباربا، وهذيك البطاطا، والروز اللي كنت درت معاه شويه ديال اللوبيا مسلوقه حمراء، شويه ديال المايس، وشويه الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال المايونيز. ومهم بغيتو ديروا الكورنيشون حتى هو كيجي معاها واعر مع هذا الروز هذا، يمكن لكم ديروا الطون كذلك اللي بغيتو. المهم قدمت هذو هما الاطباق ديالي، صراحه جاوا زوينين بزاف بزاف، وصديقه ديالي عجبها الحال، داكشي شعبي وزوين. كنتمنى الفيديو عجبكم، ما تبخلوش ليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. السلام عليكم.